قدها وقدود يا حسام، طول عمرك اقول المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ يا سيدي ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه؟ علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جتش. يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكرة الصبح إن شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكرة، أكيد النهاردة بقى هتبقى مشغول وعامل فيها أبو العروسة. هو بصراحة النهاردة هيبقى مشغول وعامل فيها أبو العروسة فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر ألف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجة معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجالة، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. ألف سلامة. باشا أبو العروسة دي النيل. الحكومة. ألو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانة ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدلة واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدلة؟ السموكينج ده لابو العروسة. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا؟ في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول، اسالنا انا. اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. قول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها؟ ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ادم معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يا حسام يلا. خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قاشة ناحية البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها؟ ابوك مستقصدني في الروحه وفي الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليكي يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبواعيها بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر.